أوقات كثيرة نمر بحالات من الضغط النفسي وكذلك العصبي نتيجة لضغوطات الحياة التي تدور من حولنا، ونحس بأننا ندور في دائرة مغلقة من الإحباط والملل، ومرات نجهل الأسباب وأن ما نحن فيه ليس له أي داعي. لكل هذا التدمر في هذه الحالة فإننا نحتاج إلى جرعة سريعة من كبسولة السعادة. هذه الكبسولات ستعطيك الإحساس والشعور بالسعادة الفوري وتجدد من نشاطك وطاقتك وحيويتك وتنهضين من جديد إلى أعمالك التي تنتظرك. الكبسولة الأولى، خذي صورك القديمة وانظري لها، تفرجي على تلك الأيام السعيدة التي عملت لها صور كي تكون في ذكرياتك. ولو كنت مضغوطة من أولادك وتعبانة من تربيتهم ومشاغباتهم، خذي صورهم وانظري لها كيف كانوا صغارا وكيف كبروا. ستتمنين لو ترجعت تلك الأيام والأوقات السعيدة، وبما أنها لن ترجع أعمل غيرها كي تكون لك منها ذكريات جديدة ومفرحة في المستقبل. أنت في استطاعتك أن تعملي ذكريات جديدة وسعيدة مع أولادك، مع أهلك، مع من تحبين. تذكري اللحظات الجميلة التي مرت في حياتك، وستجدين أن هذه الذكريات ستجعلك سعيدة، والعقل سيأخذ جرعة ودفعة جديدة من هرمونات السعادة، وهذا سيحسن من حالتك بشكل كبير. الكبسولة الثانية، تذكري إنجازاتك. كل واحد في هذه الدنيا مهما كانت درجة تعليمه عنده إنجازات، لهذا خذي ورقة وقلم واكتبي إنجازاتك التي حققتيها مهما كانت صغيرة. كونك إنسانة محترمة هذا إنجاز، متربية هذا إنجاز. الإنجاز لا يعني أنك أخذت تاج أجمل بنت في العالم أو أنك أخذت كأس العالم للأندية. اكتب الشهادات الدراسية التي حصلت عليها فهي تعتبر إنجاز. تذكري إنجازاتك في تربية أولادك وتعليمهم، هذا كذلك إنجاز. تذكري أنك طاهية جيدة وهذا كذلك يعتبر إنجاز. لما تتذكري هذه الإنجازات التي حققتها في حياتك ستشعر بأنك إنسانة ناجحة في حياتك، وتعرفي أنك إنسانة مؤثرة حتى ولو كان في بيتك فقط، فهذا يعتبر إنجاز. الكبسولة الثالثة، وهي من أهم الكبسولات حيث أنها مهمة جدا في حياتنا، اجعليها روتينك اليومي، وهي نعمة الامتنان. خذي ورقة وقلم واكتب النعمة الموجودة في حياتك، لأن الكتابة تعمل على إعطائك التحفيز والنشاط، خاصة إن كنت تكتبين الأشياء الإيجابية، هي مثل السحر على العقل. اكتب النعم التي في حياتك. أنا عندي بيت، عندي أهل، عندي أولاد، عندي سيارة، عندي شغل، عندي صحة، عندي عقل يفكر، عندي رجلين، عندي يدين، عندي عينين، عندي وعندي وعندي. مقابل هذه النعم ذكري نفسك بأن ما تمتلكينه في ناس كثيرين في العالم محرومين منه، وربما تظهر لك أنها نعم عادية لكن فيها الكثيرين يتمنون أن يحصلوا على هذه النعم. لهذا احمد الله على النعم التي لك واشكريه دائما، ولأن شكرتم لأزيدنكم، واعلمي أنه لا توجد نعمة صافية، كل النعم فيها شوائب ومنغصات، وهذا شيء طبيعي يوجد عند كل البشر. لهذا إلجأي إلى الله بالذكر والتسبيح والدعاء والاستعانة بأسماء الله الحسنى والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الرخاء تجدين الله معك في الشدة. الكبسولة الرابعة، وهي حاولي إسعاد أحد، حاولي أن تساعدين أحد حتى ولو كان الأقربون منك أهلك أولادك، ستكونين سعيدة فورا، وفكرة العطاء في حد ذاتها تشعرك بالسعادة الفورية، وتكونين أنت أسعد من الإنسان الذي ساعدتينه. الكبسولة الخامسة، وهي خذي لك وقت واخرجي إلى الطبيعة، تمشي في مكان هادئ،
تمشي في أوقات شروق الشمس. الشمس نعمة، الدفء الذي تعطيه الشمس كذلك هو نعمة، وشروق الشمس هو أمل جديد في الحياة. هذا سيجدد طاقتك بشكل كبير، وستحسين بالسعادة والسكينة. في النهاية، إن أعجبكم الموضوع واستفدتم منه، لا تنسي اتركي لي تعليق، لأن تعليقاتكم الجميلة تجعلني أشعر بالسعادة وتمدني بالحافز والدافع كي أبحث عن موضوع جديد ومفيد. كذلك لا تنسي الضغط على زر الإعجاب والاشتراك كي يصلك مني كل جديد. أخيرا أقول لك، دمت متألقة وناجحة في حياتك. سلام الله عليكم.